دلوقتي طبعا هنستعرض مع حضراتكم جولة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأها من القاهرة تحديدا من الكورنيش. بيشهد بعض الكثافات المتحركة بداية من المظلات والحد وسط البلد، بتستمر هذه الكثافات المتقطعة لو مشينا طبعا على الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، وظهرت طبعا سيولة مرورية في طريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا إلى القلعة وعند نفق الملك الصالح، وتقاطع مع طريق الكورنيش واللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات لمنطقة وسط البلد كان فيه كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر برضو في الاتجاه المعاكس. هنروح لمحافظة الجيزة، في سيولة نسبية موجودة في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان، كمان عند شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة ظهرت يمكن كثافات متوسطة للي جاي من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وشهد طريق الواحات بعض الكثافات المرورية المتقطعة، وانتظمت حركة السيارات أمام اللي جاي من طريق الدائري وصولا إلى مناطق دريم، ظهرت كثافات متحركة للي جاي من مدينة الفردوس وصولا إلى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي. هنروح لمحافظة الإسماعيلية، هنلاقي في طريق أحمد عثمان الرابط ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية لحد مبنى المحافظة والجامعة، أما الطريق المتجه إلى الإسماعيلية ففي سيولة مرورية خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي اللي جاي من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية، لكن هذه الكثافات متحركة. من محافظة الإسماعيلية هنروح لمحافظة سوهاج، هناخد طريق عبد المنعم رياض، هنلاقي فيه سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية غير مؤثرة بتزيد طبعا مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دي طبعا كانت جولة كده مرورية سريعة في عدد من المحافظات. دلوقتي هنتعرف سريعا على حالة الجو النهاردة. النهاردة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انه الطقس هيكون فيه استمرار في الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، الطقس هيكون معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل بالليل. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 30، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 27 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 36 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل ولكن بعد قليل.